الأمر الأول أيها الأحبة يعني قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا ما يأتي رمضان في كل عام إلا من أجل أن يحقق إيش التقوى. طب لما يقول لك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني الصيام هو وسيلتك للتقوى، يعني أنت ما خرجت تصل للتقوى في طول السنة وعرضها، وأنت قد تكون بعيد عن التقوى. الله عز وجل يقول لك وقبلك بدون تقوى، وقال لك جاءك رمضان هيا فحقق التقوى فيه، قوم حقق هذه التقوى فيه. أيها الأحباء، هذا إيش يعني يعطيك إشارة؟ يعطيك إشارة طالما أن الله عز وجل قال لعلك هنا للتأكيد والقطع طبعا، وليس للظن أو الاحتمال، لعل في القرآن تأتي للقطع، يعني ستتقون، يعني يقينا ستصل للتقوى. إذا الله عز وجل الذي يقول لك يأتيك الصيام في كل عام من أجل أن يحقق فيك التقوى، إذا سيحقق فيك التقوى، هذا قطع. طيب إذا ما حقق فيني التقوى أين المشكلة؟ المشكلة فيني. إذا أنا لما يأتي رمضان مع ما أتهم نفسي، في بعض الناس الإخوة الملتزمين لما يأتي رمضان الله يعين عباد الله المذنبين والعاصين والآثمين، الحمد لله كل يوم نقرأ لنا جزء قرآن ونصلي التراويح 20 ركعة ونذكر الله ونحضر مجالس علم وإيمان، الحمد لله. أما غيرنا مساكين أراهم في الشوارع، يعني يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم. من أدراك، ربما أنت في هذه الحالة قد أصبت بداء العجب أو بفيروس الغرور والرياء، فأنت محبط عملك وأنت لا تدري. التقوى هو حال قلب أيها الأحبة، التقوى من أعمال القلوب، والتقوى طبعا لها معاني وتفسيرات طويلة عريضة جدا، أكثرها شمولا قول الإمام علي التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أيها الأحبة، حتى تحصل على التقوى يجب أن تشعر احتياجك إليها وأنها شيء ناقص عندك. أما إذا أنت على قليل ما عندك، قليل عملك، عم تظن أنك سيد المتقين، كيف يمكن أن تنال التقوى؟ كيف يمكن أن تحصل عليها؟ والتقوى أيها الأحبة في النهاية هي عمل يوفقك الله إليه، هي إكرام من الله يلقيه في قلبك، اعلم، بحيث أنك تتحرى الحلال وتجتنب الحرام، بحيث أنك تتجافى عن دار الغرور وتنيب إلى دار الخلود، بحيث أنك دائما يغلب عليك حال الأنس على الوحشة، وحال الحضور على الغفلة، وحال الطاعة على المعصية، وحال الحضور على وهكذا. إذن هذه التقوى حينما يأتي رمضان وأول الرحمة أكثر من الدعاء أن يرزقك الله عز وجل إياها ويوفقك إليها، بأن تجتنب المحارم وتبتعد عن المناهي، وتنظر نفسك لله سبحانه وتعالى مع استشعار ضعفك وعجزك وذنبك، وتقول يا رب إن لم تكرمني بتقواك، إن لم تكرمني بتقواك فأنا لا شيء، اللهم حققني بالتقوى، اللهم أكرمني بالتقوى. إذا كان هذا حالك ستجد أن الله ييسر لك أسبابها ويذل لك سبلها على أهون سبب. إذن أطلب منك أن تبحث عن التقوى التي هي السر الدفين واللؤلؤة الثمينة الكبرى، يعني أثمن كنز في رمضان. وطالما الله عز وجل قال رمضان يوصلك إليها سيوصلك في رمضان، وهذه التقوى التي تأتيك رمضان ربما يبقى معك ألقها في طول العام، ستبرد وتفتر ويخف ضوءها، يأتيك رمضان ثاني يعود فيجددها فيك، وهكذا تستمر دورة حياتك والله يقبلك على ما أنت عليه ما بين يعني ألق وفتور. وهذا أيها الأحبة ابحث عن التقوى وسل الله، وإياك أن تزكي نفسك، وإذا رأيت كل أصحاب ذنوب قل كلنا ذاك الرجل، واتهم نفسك تماما والجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، وأكثر من دعائه أن يكرمك الله سبحانه وتعالى بنور ونعمة هذه التقوى.